سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر. فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب السطع هي اللحمة. كفك من غصن الريحان ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان. لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. كم أنا ممتن لما فعلته من أجلي يا صالح. عفوا يا أمير، فلم أكن لأكتفي بالمشاهدة وقد سمعت بأذني من يتآمر على قتل إنسان. لقد غامرت بحياتك من أجلي، وهذه شجاعة غيرت نظرتي لكل شيء. أتمنى من الله أن يكون التغيير للأفضل. لكني لن أعلم الأفضل من الأسوأ ما دمت داخل هذا القصر وهذه القلعة الحصينة. فيما تفكر يا أمير؟ أفكر في الخروج من هنا. أريد أن أرى البسطاء والتجار وأرباب الحرف. أريد أن أرى المصريين. ولما تفعل ذلك؟ لا ينبغي لحاكم أن يحبس نفسه في قصر وألا يعرف الناس. لكم تغيرت لهجتك يا أمير، ولك الفضل في ذلك. هل تفكر في التخفي لتخرج من هنا؟ بل سأخرج بعلم الجميع. ربما يعترض السلطان. لم أعد صغيرا يا صالح. ومتى تريد أن تبدأ؟ اليوم، وستكون رفيقي في تلك الرحلة. كيف يسير الناس في تلك الحواري الضيقة؟ وما قولك لو علمت أن الحمير والعربات تدخلها؟ ماذا؟ وهل يتحمل الشارع؟ هذه حال السوق يا أمير، وأسواق القاهرة يعمرها آلاف الناس كل يوم. ما رأيك في هذا الدكان؟ تعال 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 نشاهد ما يعرضه من صناديق. انظر انظر إلى هذا يا أمير، جميل. ما هذا؟ ماذا هناك؟ هذا الرجل يبدو أنه لص. احترس يا هذا، خلفك لص. قف أيها اللص. مولاي لا تتبعه. مولاي أنت هنا يا شيخ يحيى، والناس كلها تتفرج. ماذا هناك يا راشد؟ ما كل هذه الضوضاء؟ مملوك يطارد لصا. بإذنك سأخرج لأكمل المغامرة. مملوك يطارد لصا؟ أهي علامات الساعة؟ ولي العهد.
أمسكت بك أيها اللص. هذا هو ولي العهد حقا، الأمير في وكالتنا. أرأيتم كيف أمسك باللص؟ على ما تتفرجون؟ هيا عودوا إلى عملكم. حضر أحد حراسك واصطحب اللص إلى السجن. إنه يستحقه بالتأكيد. كيف تفعل ما فعلت يا أمير؟ عرضت نفسك للخطر. أعتذر يا حارس الخاص، في المرة القادمة لو رأيت لصا يسرق سأفسح له الطريق. أرجوك لا تسخر مني. وأنت لا تلومني، في كل خطوة توقعت أن تقع وتتكسر أقدامك. لست ساذجا إلى هذا الحد، أنا فارس. كفاكما غضبا وهزلا. أرأيت؟ لكن في نفس الوقت يا أمير، ما فعلته ليس حلا. هل ترى الحل أن تطارد اللصوص وتقبض عليهم؟ الحل أن أمد يد العون لكل محتاج، لكن الأسواق عامرة باللصوص. هل تقصد أن قبضي على اللص بلا قيمة؟ كلا بالطبع، وإنما يجب أن يصبح عادة. إذن أترك القلعة لأتفرغ لمطاردة اللصوص في الأسواق. ليس أنت يا أمير، وإنما الجنود أصحاب الأعداد الكبيرة والرواتب الضخمة. جنود المماليك؟ نعم، فهم يأكلون من جيوبنا ولا يفعلون شيئا من أجلنا. صدقت، بل يشغبون ويسرقون لو تأخرت الرواتب. أمثال هؤلاء لو قاموا بواجبهم فلن ترى لصا أو قاطع طريق. هذه أول مرة أخرج فيها لميناء بولاق، أتصدق هذا يا صالح؟ لا تفكر فيما مضى يا أمير، بل فيما يجيء. سأحاول. ها هو أحد المراكبية، فلنسأل. عن أي شيء؟ عن ذلك المركب. وما شأننا؟ ستعرف. أيها المراكبي، أنا؟ نعم، اقترب. من أين جئت بهذا المركب؟ من الصعيد. هل اشتراه أحد؟ إنه محجوز للأمير شعبان، وسيفرغ الرجال حمولته بعد ساعة. حسنا، انصرف أنت. أليس من المفترض أن تنزل البضاعة إلى السوق ليزايد عليها التجار؟ لقد احتكر الأمير شعبان ذلك المركب فيما يبدو، ويحتكر لنفسه الربح. وبعد ذلك تنزل البضائع إلى الأسواق وبالثمن الذي يحدده؟ بالضبط. أكنت تعرف؟ أعرف كيف كان يكسب المماليك المال، لكني لم أرى ذلك بعيني من قبل. وماذا ستفعل؟ سأعمل بنصيحة الشيخ يحيى. أمير شعبان اهدأ، سأرد لك مركبك وبضاعتك. وكرامتي؟ من يرد لي كرامتي؟ أنت إذن تزايد علي، إن ولي العهد لم يتجاوز في حقك. وبما تسمي منعه تحميل البضائع وأمره ألا أبيع أو أشتري بعد الآن؟ هل فعل ذلك أمير؟ نعم يا أبي محمد. لقد منعت هذا الأمير وأمثاله من الاحتكار. ولماذا فعلت ذلك يا ولدي؟ الناس في الأسواق تغلي من الأسعار، والأمير شعبان وأمثاله يكنزون المال دون وجه حق. هل رأيت بنفسك أيها السلطان؟ وهل يعرف السلطان أنك وقفت أمام قاضي القضاء لأنك سرقت شريكك التاجر المصري؟ أيها السلطان، ضع حدا لهذا التجاوز. محمد، ما هكذا يخاطب الأمراء؟ أعتذر يا أبي، معذرة يا أمير شعبان. اسمع يا أمير، لقد أصدرت أوامري بأن تعود لك قيمة البضائع التي صادرها ولي عهدنا. وزيادة. أبي، شكرا لحمايتك للمماليك أيها السلطان، ونصيحتي أن تربي ولي العهد على ما نربي عليه أولادنا. بعد إذنك. أنت تفقدني الهيبة بين الأمراء يا أبي. أنا أحميك من غدرهم، وهذا درس لك لتعرف عواقب ما تتخذه من أوامر. الأمير شعبان وأمثاله يتجبرون على الناس بالاحتكار. هذا أهون الضررين يا بني. كيف ذلك؟ سيسرقون الناس في وضح النهار لو منعتهم من الاحتكار. وماذا نفعل؟ هل نصمت على تهديدهم؟ لولا هؤلاء الأمراء ومن معهم لأكلنا الفرنجة والمتربصون بنا في كل مكان. لكن يا أبي، كل ما تصنعه من خير
يضيعه هؤلاء الفاسدون. يا محمد اسمعني، أنا سعيد بما صرت إليه، توقفت عن الله وحياة العبث. اصبر وتعلم أصول الحكم. كنت أحاول ذلك. وتعلم أيضا كيف تسير بالدولة إلى بر الأمان وتنجو بحياتك في نفس الوقت. أنجو بحياتي؟ أجل، المماليك يا ولدي تغدر بالسلاطين والأمراء، وعلى الحاكم القوي أن يفعل ما يريد دون أن تصل إليه يد الغدر. يا لها من مهمة شاقة. أنت لها يا بني، إلا أنها تحتاج إلى الصبر. وتولى ابن خلدون قضاء المذهب المالكي في زمن السلطان برقوق، ودرس هنا في الجامع الأزهر، وله كتاب بعنوان طويل جدا لكننا أطلقنا عليه اختصارا تاريخ ابن خلدون، وأظن أنه مع توالي السنوات سيكون له شأن في مكتبات العلماء والحكام والناس. وما في هذا الكتاب لتكون له تلك المكانة يا شيخ يحيى؟ لقد كتب عن علم جديد لم نسمع به، علم العمران البشري. كتب عنه كثيرا وقال إن الإنسان لا بد له من الاجتماع. وهل هذا كاف ليخلد التاريخ اسمه؟ التاريخ يخلد أسماء أول من بدأ العلوم وأبدع فيها، وابن خلدون له إسهامات كبرى وكان من ذوي الآراء المعتبرة. شيخ يحيى، شيخ يحيى! ماذا هناك؟ كيف تقطع الدرس هكذا؟ عذرا يا شيخنا، لكن مماليك الأمير شعبان في خان الخليلي ويتوجهون إلى سوق العطارين. لا ريب أنهم سينهبون، هيا بنا لندرك أهل السوق. المماليك يا ولدي تغدر بالسلاطين والأمراء، وعلى الحاكم القوي أن يفعل ما يريد دون أن تصل إليه يد الغدر. لو قمت معهم ورآني المماليك ستزيد العداوة بيننا، وسيغدرون بي كما غدروا بعشرات الأمراء والسلاطين، ولو لم أقم سأكون قد سكت على الظلم. ماذا أفعل يا رب؟ ماذا أفعل؟